النهارده عندي خبر خاص بقرعه التصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه 2025. هذه القرعه اللي هتستضيفها هذه البطوله اللي هتستضيفها المغرب الشقيق خلال الفتره من 21 ديسمبر كما اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم 2025 حتى 18 يناير 2026. من المقرر ان تسحب قرعه التصفيات المؤهله لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بكرة الساعة 3:30 في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. إن شاء الله منتخبنا الوطني يتواجد في التصنيف الأول لقرعة التصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. التصنيف الأول المغرب، السنغال، مصر، كوت ديفوار، نيجيريا ومنتخب تونس، منتخب الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية وغانا. دول منتخبات التصنيف الأول. إذن المنتخبات اللي حواليك دول مش هتلعبهم. طيب منتخبات التصنيف الثاني، الرأس الأخضر، بوركينا، غينيا، الجابون، غينيا الاستوائية، زامبيا، بنين، أنجولا، أوغندا، ناميبيا، موزمبيق ومدغشقر. التصنيف الثالث، كينيا وموريتانيا، الكونغو، تنزانيا، غينيا بيساو، ليبيا، جزر القمر، توجو، السودان، سيراليون، ملاوي وأفريقيا الوسطى. التصنيف الرابع والأخير، النيجر، زيمبابوي، رواندا، جامبيا، بوروندي، ليبيريا، إثيوبيا، بوتسوانا، ليسوتو، وإسواتيني، وجنوب السودان، وتشاد. سيتم تقسيم 48 دولة بما في ذلك الفائزون الأربعة من الدور التمهيدي، تشاد وإسواتيني وليبيريا وجنوب السودان، إلى 12 مجموعة تضم كل مجموعة أربع فرق للتنافس على أماكن في المباريات أو في نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تنطلق التصفيات في سبتمبر 2024 لتحديد أول 24 دولة ستتنافس على أكبر حدث في إفريقيا كأس الأمم الأفريقية في المغرب 2025. ده يعني شرح سريع جدا للي بيحصل في التصفيات.